السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا توجور من صفحة آثاث الثقة. كما العادة نحكو على الطب اللي راهي دير البوز هذه الأيامات. هذا الطب اللي سقساونا عليها الكثير من الزبائن، حبوا يستفسروا الألوان اللي فيها، حبوا يستفسروا عليها أكثر وأكثر. يعني زدنا لكم فيديو ثالث عليها باش تشوفوا، جبنا لكم هذا اللون السابع أو الثامن على ما أظن. هذا اللون تاع مطبخ كما راكم تشوفوا فيه، حاجة شابة وحاجة صوليد. ونزيد نذكر خوتي بلي هذا الطابل فيها خاصية أنها تكبر وتصغر، وما مرون فرسية من تحتها حاجة ما شاء الله، مرون فرسية بلي فيس ما شاء الله. وقلنا بلي هذا الطابل فيها خاصية أنها تكبر وتصغر، يعني الطول تاعها وهي صغيرة فيها 1.30 متر على 80، والطول تاعها وهي كبيرة فيها 1.70 متر على 80 كيف كيف. وكاين هذا اللون الثاني كما راكو تشوفوا خوتي، حاجة صوليت حاجة تاع دوام. وزيد نذكر خوتي بلي هذا الطابل تاع الترك بروميش، وحاجة شابة يعني باش ما يغلطوكمش، حاجة ما شاء الله والحمد لله. يعني زوروا التعليقات وتشوفوا بلي اي واحد دا هذا الطاب يعني شكرنا عفوا. سعرها 3600 بريفيكس، هذه هي أثاث ثقة، دائما نجيب لكم جديد ودائما تحطكم عند الصورة وتجيب لكم غير اللي تتمناها قلوبكم. كان هذا اللون الثالث يعني الأبيض بالأسود، حاجة ما شاء الله فيه الورد، حاجة شابة خوتي وحاجة صوليد. واللي حب يعني يحجز معلي غير يتصل بالأرقام اللي ظهرها في الإطار الأسود، أو يلتحق بصفحتنا على الفيسبوك أو حسابنا على الإنستغرام واليوتيوب، يحجز يعني ونوصلها له حتى للدار ماشي مشكل. كان هذا اللون كما راكم تشوفوا هذا اللون البني، حاجه ما شاء الله خوتي وحاجه صوليد وحاجه تاع دوام، يعني كي تديها صدقني ما راح تندم. وهذه هي كما اي واحد اداها وما ندمش عليها، بالعكس يعني يشكرنا ويزيد يعني يتفاعل معنا. وهذه هي احنا كما قلنا بلي اثاث ثقه دائما تحطكم عند الصوره وتجيب لكم دائما جديد. وهو اللون الاخر لون جذاب، هذا اللون الابيض بالبني، حاجة ما شاء الله خوتي، يعني قد ما نزيد نقول لكم ما تكفيش. يعني هذه هي خوتي، واللي حاب يحجز او يستفسر يتصل بنا الارقام اللي ظاهرة في الاطار الاسود، او يلتحق بنا على صفحتنا على الفيسبوك او حسابنا على الانستغرام او يوتيوب. قالي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، صحة فطوركم، سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم توجور معنا من صفحة حافة الثقة. دوك ان شاء الله راح نزورو احد الزبائن ان شاء الله ويدو له سلعة تاعو، اقعدوا معنا. مرحبا بكم مرة اخرى من صفحتكم صفحة اثاث ثقة. كما راكو تشوفوا خوتي عمال اثاث ثقة دائما في الموعد يتفننون ويصنعون لكم الاحدث والاجمل، ويصنعون لكم ما ترتاح له قلوبكم. كما راكو تشوفوا راهم في الرتوشات الاخيرة باش يلحقوا هذا الطابلة، طابلة تاع الكوزينة لأحد الزبائن. وحنا دائما نحطكم عند الصورة ونحطكم يعني نحطكم عند الشاشة كما راكم تشوفوا. راهم يوجدوا باش يلحقوا هذه الطابلة لأحد الزبائن. الحمد لله يعني أثاث ثقة تتميز بالصرامة والجدية والانضباط في الوقت، يعني هذه هي هذا هو الأساس في عملنا، وهذا هو سر نجاحنا، سر نجاح ثقة يعني هو الجدية والصرامة واحترام الزبائن واحترام يعني المواقيت. كما راكو تشوفوا راهم قلنا بلي راهم في الرتوشات الأخيرة، رانا إن شاء الله مسهلين إلى مدينة بوسماعيل يعني التي لا تبعد على مدينة القليعة إلا القليل، بعد الكيلومترات يعني قرابة 7 كيلومترات، حوالي 7 كيلومترات. يعني رانا في الطريق ان شاء الله يقوموا بينا وان شاء الله يفرحونا. كما راكو تشوفوا رانا وصلنا عند الزبون تاعنا اللي راكو تشوفوا فيه، هذه هي يعني راكو يعني عند الصورة وراكو في الواجهة. ان شاء الله نلقوا بكم وان شاء الله يعني نكونوا عند حسن ظنكم، وثثيقة ان شاء الله تكون دائما عند حسن ظن زبائنها. وان شاء الله دوك الزبون تاعنا يعطينا كلمه. بارك الله فيكم يا خويا، بارك الله فيكم. الله لي غريزون دوميسيل سيرفيس امبيكاب، يعطيكم الصحه وصحه رمضان.